بإشراف وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان، وبالارتباط الأكاديمي مع جامعة كاليفورنيا ستيت نورثريك الأمريكية وجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية والجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، منبر تعليمي لكسب المعارف ونيل الخبرات واكتساب المهارات، تقدم أفضل المستويات التعليمية وفقاً لمعايير الجودة العالمية. كما تولي الكلية بهيئتيها الأكاديمية والإدارية بالغ الأهمية لهذه المرتكزات، بدءاً من بناء المرافق الحيوية النموذجية التي يحتويها الحرم الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالوسائل التعليمية الحديثة، وانتهاءً بالعنصر البشري القادر على إيصال المعلومة الصحيحة إلى الطالب، ليتمكن بعدها من بلوغ أهدافه وتحقيق أمانيه لبناء مستقبل زاهر بإذن الله. حيث أعلنت كلية البريم الجامعية عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2020-2021 في التخصصات التالية: قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، دبلوم متقدم بكالوريوس، الترجمة بكالوريوس، قسم إدارة الأعمال والمحاسبة، اقتصاد الأعمال بكالوريوس، لغة الدراسة اللغة العربية، إدارة الأعمال، دبلوم متقدم بكالوريوس، المحاسبة، دبلوم متقدم بكالوريوس، تنمية الموارد البشرية، دبلوم متقدم بكالوريوس، العلوم المالية والمصرفية، دبلوم متقدم بكالوريوس، قسم تقنية المعلومات، أنظمة المعلومات، دبلوم متقدم بكالوريوس، علوم الحاسب الآلي، دبلوم متقدم بكالوريوس، هندسة البرمجيات بكالوريوس، القانون بكالوريوس، الماجستير في القانون، القانون العام والقانون الخاص، لغة الدراسة اللغة العربية. وتمنح الكلية خصومات مالية بنسبة 20% على الرسوم الدراسية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي الطلبة المنتهي بعثاتهم والراغبين في تكملة الدراسة على نفقتهم الخاصة، لموظفي ومتقاعدي وزارة الدفاع وأبنائهم، لموظفي ومتقاعدي شرطة عمان السلطانية وأبنائهم، لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة وأبنائهم، لموظفي ومتقاعدي وزارة التربية والتعليم وأبنائهم. سكنات الداخلية للطالبات: يتألف مبنى السكن من 5 طوابق على مساحة 12,144 متر مربع. يوفر السكن غرفا مفردة وأخرى مزدوجة ليستوعب ما يزيد عن 800 طالبة، صممت بطريقة توفر الجو الهادئ ومجهزة بأحدث الأثاث المناسب للطالبات. يحيط بالغرف منطقة معيشة ومطبخ مصغر يخدم الطالبات. يشمل المبنى مطعم رئيسي لخدمة السكن. يحتوي على عيادة توفر الرعاية الصحية والنفسية للطالبات. مجهز بغرف لغسيل وكي الملابس مجهزة بأجهزة عالية الجودة. كما يتمتع السكن ببعض الوسائل الترفيهية المفيدة، منها قاعة متعددة الأغراض تسهم في تعزيز البناء الفكري والبدني من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية، غرفة استراحة توفر المناخ الملائم للتحصيل العلمي.
كلية البريم الجامعية.